ست سنوات على ميلاد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غيرت فيها ملامح وأسس عديدة في عالم السياسة، وأعادت ضبط مفاهيم للبناء وتقديم الرؤى، ودشنت أدبيات حاكمة للعمل السياسي تحافظ على ثوابت الدولة. سبق أن تاهت خلال سنوات من السيولة ونجحت في خلق الكوادر النيابية والتنفيذية وبناء جسور من التفاهمات بين التيارات المتنوعة. التنسيقية في عامها السادس تلوح كتجربة شابة ملهمة تتماهى مع تحديات الدولة، وتقدم لجانها المتنوعة حلولاً خلاقة. فنجح 48 من أعضائها في الفوز بمقاعد مجلسي الشيوخ والنواب، متقدمين الصفوف للتشريع وصنع القوانين. وعلى أرض الواقع تقلد 6 من شبابها مناصب نواب المحافظين وعدد كبير من معاوني ومساعدي الوزراء، يواجهون المشكلات على الأرض بروح شابة وثابة وعقل منظم. جرت مع التنسيقية خلال 6 سنوات مياه عديدة في دنيا السياسة. تحولت السياسة إلى طاقة للعمل والبناء بعد أن كانت طريقا للفوضى والتراشق والتعطيل، أصبحت مسارا للنظام وتجديد الدماء. بعد سنوات من الفوضى كادت تعصف بالبلد واستقراره.